العامل هو نفس الشاب الفلسطيني الذي أنهى دراسته الجامعية ولم يجد بعد نهاية دراسته لم يجد فرصة عمل تمكنه من إعالة نفسه وإعالة أسرته، وربما العديد منهم هو مسؤول عن أسر من هؤلاء العمال. ذهب في البحث عن فرصة أخرى لتمكينه من العمل، فكان شراء التصاريح الذي نراه الآن يستطيع الإنسان أن يذهب ويشتري تصريح بقيمة 2700 شيكل وينخرط في سوق العمل الإسرائيلي في الداخل المحتل. هذا هو حال كل الشباب الفلسطيني، الشباب المتعلم أو حتى الذي لم تمكنه الظروف من نهاية تعليمه لم يجد فرصة عمل هنا، فالجميع يذهب بهذا الاتجاه حاليا. والعامل الفلسطيني الكل يعلم حيث تبدأ معاناة العامل الفلسطيني منذ ساعات الفجر الأولى، يستيقظ من الرابعة صباحا مرورا بالمعابر الفلسطينية حتى ظروف العمل ويرجع إلى بيته في وقت متأخر من الليل. هذا بحد ذاته كفاح ومواظبة على العيش الكريم، يعني لولا أنه بده عيشة كريمة ما في إشي بيدفع ولا هيك إشي. في لما حصلت بموضوع جائحة الكورونا، العامل هو دائما ابن هذا الوطن، العامل هو مش حدا دخيل يعني، وله حقوق في هذا الوطن. طلبوا مننا كعمال انه حصل موضوع الكورونا، طلبوا سيادة الدكتور محمد شتيه رئيس الوزراء انه طلب من جميع العمال الفلسطينيين الرجوع الى منازلهم والمكوث فيها وعدم التوجه لاعمالهم، والجميع التزم بهذا القرار وكان مع قرار القيادة الفلسطينية، إلا أن بعض العمال وهم أقلية جدا لم يلتزموا بهذا القرار. انهالت علينا لا أدري ما أسميه، يعني هل هو نوع من التنمر الغير مسبوق من الشارع الفلسطيني تجاه هؤلاء العمال؟ يعني لم نجد هذا التنمر ولا مع أي قطاع آخر من القطاعات الأخرى، لا مع القطاع الطبي ولا مع القطاع فقط مع العمال، حتى الوفد الأجنبي الذي كان سبب في وجود هذا الوباء في وطننا لم نجد هذه الطريقة بالتعامل معهم. العامل الفلسطيني هو ابن هذا البلد. هلا احنا كعمال واجبنا نلزم بالقرارات اللي بتنصها الحكومة الفلسطينية، التزمنا. وفي نفس الوقت العامل الفلسطيني يعني بحاجة لمن هم أصحاب جهات الاختصاص الذين يجب أن يخرجوا ويطالبوا بحقوق العامل، مثل نقابة العمال وزارة العمل، الذي لم نرى ولا أي شخص منهم، ولم نرى ولم نسمع أي شخص قام بالخروج والدفاع عن العمال حتى ولو بكلمة، لم يخرج أي أحد منهم. وهذا بدوره أعطى مجال لأناس آخرين يحاولون استغلال قضية العمال لأجندات غير وطنية وغير أخلاقية. من الذي كان سبب في خروج مثل هؤلاء الناس؟ نقابة العمال. أين دورهم النقابي؟ أين دور وزارة العمل؟ منذ بداية هذه الجائحة وجميع العمال ملتزمين في البيوت، لم يخرج ولا أي شخص حتى يطمئنهم في أنه أنتم حاليا موجودين في بيوتكم، فيش حدا يصرف على بيوتكم، فيش حدا يدفع إيجارات هاي البيوت، فيش حدا يدفع التزاماتكم الشهرية من شيكات وإيجارات وكذا وإلى آخره. لم يخرج أي أحد ويطمئنهم، وبالتالي هذا دفع بعض العمال للمخاطرة والرغبة في العودة للداخل الإسرائيلي في ظل غياب الدور النقابي ودور وزارة العمل الفلسطينية ودور الحكومة الفلسطينية أيضا في إجبار المشغل الإسرائيلي من عدم التنصل من واجباته تجاه هؤلاء العمال. يعني رواتبنا في ظل هذه الجائحة تم إيقافها من المشغل الإسرائيلي. المشغل الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق التملص من واجباته تجاه حق هذا العامل. ايضا بما انه بذريعه انه عامل من الدرجه الثانيه او الثالثه كما يسموه كونه بيحمل هويه فلسطينيه، السؤال هو اذا كانت الواجبات التي تكون على العامل الفلسطيني هي نفس الواجبات التي تكون على العامل الاسرائيلي، يجب على الاخرين عليهم الاثنين معا ان يكون لهم نفس الحقوق. وايضا مساله شراء التصاريح، يعني يجب على الحكومه الفلسطينيه تامين التصاريح للعمال الفلسطينيين بطريقة شرعية وبطريقة لا تمس كرامتهم، حيث أن العامل الفلسطيني يتعرض للتهديد لوجود هذا التصريح معه. على أي أساس يقوم البعض باستفزاز العامل وتهديده، سنقوم بسحب تصريحك، سنأخذ تصريحك منك إذا لم تعود للعمل؟ أين دور المؤسسات الرسمية؟ أين دور الحكومة في ذلك؟ أين دور وزارة العمل؟ يا وزير العمل أين دوركم في من هذا الذي يحصل؟ هنالك البعض يحاول استغلال قضية العمال لأجندات غير وطنية وغير أخلاقية. هذا السبب في ذلك ما دفع العامل الفلسطيني، ما دفع عفوا هؤلاء الأشخاص
أن يحاول استفزاز العامل واستخدام قضيته والصعود على ظهره أنه عدم وجود أي جهة رسمية تعنى بحق العامل. ويجب على الحكومة الفلسطينية أيضا المحاولة على تأمين حياة كريمة للعمال الفلسطينيين، نحن أبناء هذا الوطن ولنا حق واستحقاق فيه. الشيء الوحيد الذي أقدمت عليه الحكومة الفلسطينية هو إدراج استمارة من خلال موقع وزارة العمل الفلسطينية للعمال الفلسطينيين عبر وتعبئتها إلكترونيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المواقع الإلكترونية. رسالتنا هي يوجد العديد من العمال لا يجيدون استخدام وسائل التكنولوجيا، هنالك من هم كبار السن وهنالك من لم يحالفهم الحظ في تكملة تعليمهم، سيتعرض هؤلاء للظلم من عدم إدراج أسماءهم إلى هذه الاستمارة. هذا أولا. ثانيا، نطلب من السادة أصحاب جهات الاختصاص الذين ينتمون لنقابة العمال ومن واجبهم الخروج والدفاع عن حق العمال بيان ما الذي فعلوه في للعامل الفلسطيني. لم يعملوا أي شيء ولم نرى ولم نسمع. يا أخي أنتم كصحفيين، هل رأيتم أحد خرج وتكلم عن العمال بحق العمال الفلسطينيين ودافع عن حقوقهم؟ أين النقابة التي تمثل العمال الفلسطينيين؟ للأسف الشديد الفكرة السائدة عن العمال أو عن هذا القطاع، وهي شريحة كبيرة جدا، أنهم عمال غير متعلمين، غير مثقفين، غير لا يمتلكون شهادات جامعية، وكأن هؤلاء العمال لا يمتلكون الحس الوطني وليس عندهم إحساس. نحن كنا وسنكون دائما جنود لهذا الوطن، ونحن خلف سيادة الرئيس، كنا وسنبقى خلف سيادة الرئيس. يا سيادة الرئيس، السادة الوزراء الذين يرسلون التقارير لسيادة سيادتكم، إما أن هذه التقارير غير سليمة، عفوا غير دقيقة، أو أن هؤلاء الوزراء يعيشون في 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 سويسرا. يعني أين دور الوزراء؟ أين دور نقابة العمال؟ أين دور وزارة العمل؟ نطالب السيد وزير العمل بالخروج بمؤتمر صحفي علني يبين لنا كشعب ويبين للعمال الفلسطينيين ما هي الإنجازات التي أوجدتها الوزارة لتأمين حياة كريمة للعامل الفلسطيني. نحن نتعرض في كل يوم لانتهاكات في حقوقنا، انتهاكات من المشغلين الإسرائيليين، انتهاكات من تجار التصاريح، انتهاكات من الاحتلال نفسه، عدا عن مسألة المعابر وكيفية الدخول والخروج. وكي لا ننسى هنالك أيضا الأخوات العاملات في هذا القطاع، ليس فقط هم الشباب. أنا شخصيا يعني أنا ما وصلني وما بعرف أي حدا وصلوا إشي، ولا العدد الذي يتكلم عنه الجهات الرسمية هم بيتكلموا عن 10,000 مساعد. العامل الفلسطيني ما يريد كرامته أولا. المسألة مش مسألة أكل وشرب ومات من الجوع، ما فيش حدا بيموت من الجوع، عرفت شو؟ ولكن يعني كيف بدك تمكن العامل الفلسطيني من أنه يعيش عيشة كريمة، أنه يشوف ابنه بده يتعالج عنده استطاعة أنه هو يعالجه. التأمين لا يغطي الأبناء، التأمين لا يغطي صحيا. يعني التأمين الموجود مع العامل، أي دولة في العالم وأي قانون بالعالم يمنح العامل تأمين صحي ساعة قبل بداية العمل وساعة بعد نهاية العمل. أي جنون هذا؟ وأي عامل على وجه الكرة الأرضية إذا عندما يحصل على تأمين صحي، التأمين الصحي مفهوم شو التأمين الصحي؟ إنه إذا واحد مرض يروح على المستشفى، هذول الجماعة يغطوا صحيا. ونرى أيضا إصابات العمل، لسه موضوع التأمين لا يقتصر فقط على الإصابات خارج نطاق العمل. ما يحدث حاليا داخل ورش العمل، لا سيما ورش البناء وأعمال البناء والإنشاءات، كل يوم نسمع ونرى أن شخص فقد حياته، ربما تصل للأمور أنه يفقد حياته جراء سقوطه عن علو. وين حقوقه؟ أليس هذا مواطن؟ أليس هذا إنسان؟ أين حقوق الإنسان من ذلك؟